نتاعو لفريب. مش يقولوا انتم حسب رايكم ملجأ الزويل شنو لفريب برا يمشي تو انت الحانوت قول له السروال بقداش تو يقول لك ب 30000 هاو بالحلف هما ب 3000 فرنك السروال برا قول له المريول بقداش تو يقول لك 20000 هاك بدينا يا اخي خليوها في الدنيا الكل حتى الفريب زاد يحبوا يعملوا له حكايه التونسي كانت نحاول الفريب نرجو يقبل نخيطوا خيش خيش ونربطوهم ونعودوا الحوس ما عادش قاد خليه حتى القطاع الفريب على الاقل خلي الزويل على الاقل يلقى ما يلبس ما عادش نجم ياكل خليه يلقى ما يلبس كان الواكله وتكملوا على الريو يمشي يعمل كورد الروخي الفريب اقصى القطاع يلزمكم تشدوا فيه صحيح الدوله بيد الدعم الفريب والدعم اللي يخدموا في الفريب الدعمهم مش كل مره هما يعملوا حاجه هما جايين هما هدينا عليهم هما كذا شيخ تكلمت مره تنحى الفريب نحى الفاويه مره تنحى الفريب نحى الفاويه صدقني ورسختي الغالي اللي قعدت في شورت من قعد عنده يكون جماعتي هو اللي يبص ما عندوش ما يبد باش يمشي يشي يقدر على شورت ب 35000 ها في الفريب ب 3000 يا رب يقولوا الحمد لله القطاع الفريب سيبوه اللي تنفسوا به الفريب فريب زوالي فريب نحن تو في تونس ناس اكسوا فيها اخوي طبقتين طبقتين لاباس بها تشري ماك البوتيكات الغاليه وناس تشري ماك الفريب اختي الغاليه انسان يجي ديريكت حط في مخه عنده قطعه ب 2000 3000 4000 ما يفوتش يجي يشري يكمل قضيته ب 10000 12000 عندك شويه مصروف يجي يكمل بها الفريب انسان هكاك تعيش كل يوم صباح كيف كيف صباح وليل الناس تقوم على الصباح تجي ديريكت الفريب ناس عايشه منه ناس اكشفها يا خويا تنحى الفريب راهي معاش ما بالرسمي القلق حتى قلقه تبدا في الدار تجي للفريب مثلا تمشي تعدى قهوه هي باش هي ورجلها تعدى للفريب ناس عايشين من الفريب اختي الغالي كمش الفريب العباد راهي صاير فيها العجيب العباد تشتغل على البوتيكات وتشتغل على الدنيا كل الفريب هو رحمه ربي خلق لنا رحمه من عند ربي هذاك لا لا الفريب راه مشنا عايشين كيما اللي يلبس كيما اللي يبيع كيف كيف هذيك خبزتنا احنا اختنا الفريب معنا مانيك كاليتي خير و وسوين باهية ساكادو ب 15000 تعمل 70000 انا نبيع فيها ب 15000 صلعة باهية ومضخمة وماركة يتلزي يجي الفريب خاطر الفريب ولا انواع فيه سوبر وفيه بريمير وفيه دوزيام انواع ولا الفريب وباهي مرفق أسوام وباهية للزوالي والمتوسط واللاباس عليه والناس كل تشري بربي سامحني أختي تو المواطن التونسي ما عادش ماكلته الماما باش ياكل يشبع روحه ما عادش خالط حسب رايك أنت باش تمشي خذ له حانوت من بوتيك تيموزي الفريب مريول بدينار سويل ما عندك ما عند سي ماكيو ب 3000 ساك ب 5000 فرنك ولا ياخذها لك تشوف السيكان تسمع كرتا نتاع قرايه تقول قد ياخذ 320 دينار تقول يا اخي وانا كهرباء من فيها 320 دينار فهمتني خلينا ناخذها ب 5000 من هنا وناخذ سوال تجيب ب 10000 ولا ب 5000 مع المكاوي سي ماكيوي هذاك اكبر ممول نتاع سريو هام يقلقوا فيه هام يدعموا فيه هام يعملوا فيه الفريب شو فيه تو الباليت ولات ب 300 400 ما سومو بيت شنو انت عندك خيار تو انت حال حنوت فريب ومع الظروف هذه شنو باش تبدل الخضره الناس كلها كف الخضر باش اعمل قهوه ياك تشوف فيها كلها قهوه الناس صابره على حل حكم رب اغلى هو الفريب نسى هو اغلى من ناحيه تكشف فيه اخوي البال اللي كانت 160 و120 130 تصبح كل الزيادات ب 60 70 80 كل ديما راه كل سيزون تعاود تقلب مثلا تو سلعه الصيف وحده باش تدخلوا ما في سيزون تاع الشتاء تلقى نوع اخر زايده 30 في البال 40000 وتجي تلقى زوجوكين نبيعوا فيها عام ناول سروال سربات مو خويا مسكر تمشي تعمل عطفه للسروال يقول لك 7000 يجي لقاه في الفريب 3000 فرنك هو بيت تمشي عام الجاي هو عام بعد اللي عام خاطر نحن نتعاملوا مع الزوالي راهو انا ناس شو فيها في ام تاع زوال ما جاكش انت هبط لك بالكهرباء وهبطت انت باش تجي مثلا هو خذا زوجوكين تقول له 20 دينار ما يخممش فيها يحط ال 20 دينار نتعامل مع الزوال كي باش تقول له ب 3000 فرنك باش يجي ب 3000 سينو عمل ماشي للدار باش يجي ديريك عنده 3000 باش يشري بها سروال يشري بها تصور انت والحلفه وين في الشتاء من بعد ما نبيعوا نحن بلوزون ب 5000 6000 تلقاها ب 200 فرنك بعد البلوزون يجي اخو واحده بربيري اخو واحد يلقاها ب 200 فرنك 300 فرنك تمني قسمته بالله العظيم تلقاها ب 200 فرنك 300 فرنك الناس عايشين منه نحن توا شوف فيها قداش من الحانوت شمش نبدل توا نحن في الكورونا كلينا العصا وتوا في الصيف ياكل جمله العصا جمله هذاك هو اختي الغاليه حتى اللباس عليهم يجي يشرب من هنا حتى لاباس عليهم الشخصيات لاباس عليهم لاباس عليهم كلها جيت تشم الفريب كلها عايشة من الفريب الفريب بالزوالي الزوالي بصفة عامة كلها كان الفريب هو اللي عايش مؤخرا يقولوا الأسوان طلعت نتاع الفريب علاش حسب رأيك؟
الدنيا غليت اختي، الدنيا غليت، البالات غليو، الدنيا غليت اختي. كنا ناخذوا بصوم تو صباح بصوم اخر، الدنيا غليت اختي. قديش تاخذ الباله الكبيره؟ اسوام، عندنا السبير، عندنا النورمال، عندنا كل واحد كل قدير وقدر. انا واحده من الناس ناخذ النورمال. حسب ميزانيتك يعني؟ حسب ميزانيتي، كما البالة هذه مثلا تاع الطابليت اقل الصوم 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 تاعها 150,000. هذه طابليت. عندي هذه البيضة ريتها هذيك هذيك 250,000. راهم جماعة فريب بيات لها فريب راهم زويول. يا أخي بيعلك في القطعة ب 500 والبالة ب 230,000، نحب نعرف كي يبيعها الكل ب 500 شي يصور. اللي شادين في الفريب يصور منين مسكين يصور. الناس الكل تقرا في القوة في تونس الهوية، شفت الهوية اللي بيعوا فيها في تونس عاودوا باش يبيعونا في شكاية باش يشدوا الهوية. إيجا أنت بدينار خصوصا شيت شكاية هوية. سي ما عادش في تونس فغمنا، سي فغمت فغمت والعاقبة يظنوا بك كما شكون خير في تونس على الشيء نسموا فيه. الناس الآخرين هزوا عملوا الفلوس وقرطوا واللي عنده عصيصة واللي عنده واللي عاملوا الوتلة واللي عاملوا الواحد والشعب التونسي كل مرة شو يعملوا له باش ينقصوا لك 1% من الشهرية باش تعاون باش نزيدوك الطماطم عكة الطماطم رقدنا قمنا زاد 600 فرنك خي مخ مخاخم ولا باقلم. انت تو تسال فيها على الفريب، انت مش لبس من الفريب، انت قلت لك عندنا باش نربطوا السكاير ونعودوا نمشيو بهم نقرا. ويرحم والدين الفريب ويرحم والدين اللي حط حاجز ما فريب وبرقيب رحم له على والديك يدخل الفريب. كيما اللونتري نتاع المكتب اللي عنده يمشي البوتيك واللي ما عنده زاد يمشي الفريب، هذا ياكل خبز وهذا ياكل خبز قسم يجيبه رب مية هو مكتوبه. في العودة المدرسية فما ناس تشري من الفريب؟ بالطبيعة من الصبات للسروال للمريول للكرتابة كامل يشري كل شيء من الفريب. أنا 6 شهور بطالة وثلاث شهرين وثلاثة شهور خدمة راه أختي الغالية راه شهرين خدمة في الشتاء خدمة في الصيف هكاك قاعدين نبروتوا راه قطعة ب 200 300 400 في الشتاء كدور الحركة خاطر في الصيف يتعدى لك بمريول عنده الحق يشدوا لك ثلاثة أيام أربع أيام. في الشتاء ديما يبدل تصب المطر ديما يبدل تلقى عنده بلوزون تلقى عنده سروال الصابات يبدلوا ثلاثة أربع مرات في الجمعة. بالطبيعة كي يمشيو يفاولوا صبابط اللي في الدار يا خويا وهو تبلوا ما يمشيش يشري صابات جديد. في الصيف تشوف شهرة مريول يعدي به صيف كامل خدمة تموت في الشهور من الخريف للربيع شوية وعندك السيف تموت جملة خدمة بتحرك في الشتاء. ونحن نطلبوا من السلطة تراعينا يا خويا مش في السيف نحن ناكلوا العصا وصونسينيك واحد ونجيو شويه باش نخدموا يجيو يرجعوا لنا. نحن رانا نحن نسنيو في البلاد نحن كلقينا البلاد تبارك الله وتوريست ودنيا والعالم وفريات. يا اخي باش نقعدوا نحن في السموشات ونقعدوا في الشتاء نقعدوا نحن ما باش نشوفوا وفريات اخرين. نحبوا نكبروا نحن نحبوا من الفريق نحبوا نعملوا حاجات اخرين. البلاد وضعيتها كي تشوف يا رعيونا نحن رانا نتعاملوا مع الشعب التونسي بالرسمي راهو ثلاثة شهور أربع شهور كلينا العصا فيها راهو البلاد كلينا العصا فيها ومش عنده قداش عنده توا بريود الفريق ملي تلهو بيه وياكل في العصا. بالا نتاع محارم اللي كنت تشري فيها ب 20 دينار ولات ب 300,000. انت بالا نتاع كلسونات ولات بمليون. مسكين تجي توا باش تمشي كلسون في البوتيك تلقاه على الاقل ب 60 70,000 تجي لهنا تلقاه ب 3,000. توا اقل حاجه في الكلسون يعمل 10,000 في الفريق خاطر البالا ولات 600 700,000. شنو هي انا ودوم انا شكرس بدري اللي كانت ب 30 40 دينار 50,000 قبل الثوره توا ولات بمليون. السبادري حتى في الفريب ولا غالي ولا يعمل 80 90 دينار. ما بالك توا كان نحيو الفريب باش تغلى الدنيا نعيشوا من بعضنا نحن الفريب هذاك منا ولينا كي الخضره توا الفريب كيما البني كيما كل شيء كدومين يتلهوا به شوي. شنو يلزم يعملوا باش الوضعيه نتاعكم انتم كباعه تتحسن؟ تتحسن يعملوا لها هيك يشوفوا خو ما نعناش توا نحن وزارات تبدل على البلاد باش يشوفوا باش يقيموا يشوفوا حال الفريب وحال الزوالي وحال الدنيا وكل حاجه قطاع كل قطع كل قطاع في الفريب مثلا عنده وزارات ودرس يشوفوا اموره اخو هيكلوه. شنو هي الباله باللي انت تو هو باللي تو المعمل صحيح تتكلف له 90 80 دينار دوزيام ما تولي لك 130 140 وشاري لهنا تكلف له 200,000 ما تتريق الامور تتحل. والله هاني من الصباح لتو اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله يا من الصباح لتو قريب نص نهار 10,000 فرنك بيع بها اقسم بالله العظيم. الفريب فيه مشاكل يعني الاسوام نتاع الباله هي بيدها نتاع اليوم هي بيدها نتاع غدوه. الاسوام ما يجي نقول لك حاجه اللي يفهم في الفريب والدومين لازم يكون الفريب راهو يلزمك تخدمه على 10 15 سنة مش اللي يجي يحل ويقول لك انا ود فريب يلزمو ود صنعه كيما صناعي كيما صناعي في ميكانسيان كيما صناعي في الفريب يلزمو ود صنعته اللي يدخلوا جديد ياكل فلوسه.